انا قلت جمله على سبيل المداعبه مع دكتور اشرف قال لي بالمناسبه دي صح. والله مش هقول لكم هي ايه دلوقتي. الاول خلوني اجدد ترحيب بدكتور اشرف عقبه استاذ البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. ودكتور اشرف في الفاصل شرح لي حاجه عمري ما كنت اتصورها متعلقه بالجهاز المناعي والحساسيه. اتفضل يا دكتور اشرح لي. عايزين بس نفهم الناس المناعه هي اولا جزء من جسمنا وبالتالي يتاثر بحالتنا الصحيه عموما. فأي حد مثلا بيدور على إنه هو يقوي المناعة، طيب تقدر تقوي القلب، مفيش حاجة كده. تقدر تقوي الجهاز الهضمي، مفيش حاجة. وبالتالي مفيش حاجة اسمها نقوي المناعة. أنا لما أكون بتكلم على المناعة أنا عايز مناعة متوازنة. لأنه المناعة لو ضعيفة هيحصل التهابات ويحصل أورام، ولو المناعة قوية هيحصل حساسية وأمراض المناعة الذاتية. وبالتالي أنا مش عايز المناعة تكون لا ضعيفة ولا قوية، أنا عايزها متوازنة متكافئة. لأنه النظام المناعي في جسمنا زي ما هو بيهاجم هو كمان مسؤول عن الإصلاح وعن إعادة البناء. يعني لما بيحصل مثلا أنه جسمنا يتعرض إلى أي شيء ضار حتى لو خطة، ممكن الجهاز المناعي يبدأ يتخلص من الجزء المتضرر وبالتالي ويساعد في إعادة البناء مرة تانية. علشان كده المناعة المفروض انها احنا عايزينها متكافئه وتتاثر بالحاله الصحيه عموما. ازاي بقى انا اخلي قلبي كويس؟ ازاي اخلي معدتي كويسه؟ ازاي اخلي عضلاتي كويسه؟ كل ده برضو بياثر على المناعه. وبالتالي التعرض للشمس، التغذيه السليمه، استنشاق الهواء النظيف، ممارسه الرياضه، عدم التدخين، البعد عن الضغوط النفسيه، هي دي يعني الوسائل العموميه لاني احصل على مناعه متوازنه وسليمه. اما لو حبيت ان انا احصل على مناعه متخصصه علشان اقاوم مرض معين، في الحاله دي انا محتاج اخد اللقاح بتاع المرض ده فيقوم يبقى عندي اجسام مضاده مستعده لانها تقاوم المرض اللي احنا بنتكلم عليه. بجهز جسمي. يبقى انا كده باخد مناعه متخصصه ضد مرض معين. طبعا احنا الاطفال لما بيتولدوا بنبدا نعمل لهم برنامج تحصين ونديلهم لقاحات من بدايه اول ما يتولد وخاصه في السنتين الاولانيين. حلو. والغرض في التحصين ده ان انا اديله لقاحات تخلي جسمه يقدر يبقى عنده مناعه ضد امراض احنا بنخاف منها. حلو. زي مثلا شلل الاطفال، زي السعال الديكي، زي اما الشوكيه بالظبط، والغده النكافيه وغيرها. والدرن وهكذا. هو الغرض بقى يعني ايه؟ ان احنا لما نيجي نتكلم على المناعه يبقى عندي وسائل بنسميها وسائل عموميه، ان انا لازم اهتم بصحتي عموما بالطرق الايه؟ الطرق العاديه. يعني مفيش حد مثلا يتفلسف ويقول كل مش عارف ايه بالذات، لانه ده معناه ان احنا كاننا بنحرم اللي ما بياكلش من نفس الحاجه دي ان هو صحته تبقى كويسه، مع انه هو لو بياكل تغذيه صحيه بتحتوي على المكونات اللي جسمه بيحتاجها زي الفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت السعرات الحراريه الكافيه. يعني انا عايز طفل مثلا يكون بيتغذى بياخد البروتينات والكربوهيدرات والدهون بشكل يخلي متوازن. السعرات الحراريه بتاعته سليمه وما يحصلوش حاجه من اتنين، يا اما نبص نلاقيه عنده سمنه مفرطه او نبص نلاقيه عنده هزال. وكمان ياخد احتياجاته اليوميه فقط من الفيتامينات بدون مبالغه، لانه الناس ساعات بتبالغ.